فاحنا كنعلنوا على تكوين هذه الجمعيه هذه في المغرب، وهي كتضم بطبيعه الحال مهنيين اللي بعض منهم تفوق الخبره ديالهم اكثر من 20 سنه. تكون هذه الجمعيه هذه فجاء واحد الانطلاقه ديال واحد بناء واحد الرؤيه جديده من اجل الرفع والرقي بمهنه النظاره في المغرب. احنا اليوم مناسبه اليوم هي الذكرى 64 لتنظيم هنا في النظاره بالمغرب، واليوم احنا انطلقنا بواحد درنا واحد الجائزه لاحسن اطروحه اللي كاينه في مجال البصريات للخريجين ديال 2017 2018، وغادي تكون جوائز مهمه ان شاء الله اليوم. من بين الاهداف اللي كاينه في الجمعيه هو ان تاطير هاد المعاهد ديال البصريات اللي كاينه في المغرب، وكذلك تاطير ديال الطلبه اللي كاينين في المعاهد والمواكبه ديالهم خلال المشوار ديالهم ديال التكوين. كما كتعرفوا اليوم غادي يكونوا حاضرين معنا تقريبا 10 المعاهد ديال البصريات اللي تكون في المغرب، ونتمنى ان هذه المبادره هذه تعطي واحد الشيء او لا تعطي شي حاجه لزايده للميدان ديالنا من اجل التطوير ديالو والرقي به ان شاء الله. اليوم الجمعيه المغربيه الوطنيه للنظاراتيين تنظم الذكرى، تحتفل بالذكرى 64 ديال النظاراتيين، وكنرحبوا بالمهنيين لي لوغيا لي ستوديون ديال المدارس ديال لوبتيك، وان شاء الله يكون خير المستقبل ديال المهنه. نحضروا اليوم في افتتاح الجمعيه المهنيه الوطنيه للنظاراتيين المغاربه لاول يوم اللي غادي نلونسيو فيه ان شاء الله هذه الجمعيه، وتزامنا مع هذا اليوم السعيد اللي كنسميوه يوم سعيد، لان واحد الاطار اللي زاد في المغرب ان شاء الله اللي غادي يخدم المنظومه البصريه في المغرب. هذا الاطار هذا اللي اول نهار بديناه كنقولوا حنايا بالطلبه ديالنا، طلبت المعاهد البصريه اللي كاينه في المغرب اللي تقريبا ممثله بواحد 80% في الصعيد الوطني، وهذه شاركونا بواحد لا كومبيتيسيون اللي درناها لهم بالنسبه للبحوث اللي ميموار فان ديتود، وهذه تكون واحد المنظومه كبيره اللي نشرفوا عليها ان شاء الله باش نعطيو الطريق للمنظومه البصريه في المغرب مستقبلا، وهذا بحضور جميع ممثلي المنظومه البصريه منهم وزاره الصحه وزاره التعليم العالي، وكذلك ممثلي ديال امام الحكومه، وكذلك المديري واساتذه ديال المعاهد البصريه في المغرب. كنتمنوا ان هاد المسالات تزيد في القوه ديال كما كنقولوا حنايا القوه ديال النظاراتيين في المغرب، وتعطي واحد الدعم كبير لهذا المجال هذا اللي بدينا بقوه هذه تقريبا واحد 8 سنوات، ودابا كيتخلوا يعني بولاده واحد الجمعيه اللي تكون عندها واحد الصفه قويه، ونتمنوا خير للجميع والسلام عليكم. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.